قوم نوح ما كانوا يتوقعون أن يأتي جيل آخر فيتخذون هؤلاء معبودين من دون الله عز وجل. صحيح النفوس تميل إلى الصالحين ما لا تميل إلى غيرهم. فصور لو علم قبر عالم من العلماء أن هذا قبره، أيستوي في نفسك قبر هذا العالم الإمام المعروف أم قبر هذا؟ من حيث طبيعة النفس تميل النفس إلى قبر هذا العالم. تصور لو علم مثلا قبر شيخ الإسلام ابن تيمية، ألا يكون في النفس من الميل ما لا يكون في غيره؟ بلى. لو رؤية صورة لأحد العلماء السابقين الذين لم ندركهم يكون في النفس شيء ما لا يكون في غيره، بمعنى أن الشرع جاء بسد الأبواب التي تفضي إلى تعظيم أهل القبور. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم نهى أن يجصص القبر ونهى أن يكتب عليه لأنه وسيلة من وسائل الشرك. تصور انظر إلى حرصه عليه الصلاة والسلام على سد كل باب من أبواب الشرك. تصور لو أن هذا القبر كتب هذا قبر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وتوفي في كذا، أو كتب على قبر شيخ الإسلام أو ابن القيم أو غيره من العلماء، ماذا يكون في النفس؟ لا تنظر إلى من وقر الإيمان في قلبه وامتلأ علما ونورا، لكن انظر إلى عموم الناس وجهال الناس كيف يفضي بهم هذا الأمر إلى أمور لا تحمد في العقيدة.